رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا أبو بكر عن المال اللي كتبه في الغنيمة، قال له ماذا صنعت به؟ قال له تصدقت به كله. قال له ماذا أبقيت لأهلي؟ قال أبقيت الله ورسوله. ما شاء الله إيمان جاء. فلما سأل عمر قال تصدقت بنصفه ولله عندي نصفه. برضو كلام حلو، كلام حلو من ده.